كان بيعمل ايه هنا؟ لازم أأمن نفسي عشان ما بحبش المفاجآت. ولما انت قلقان منه قوي كده طلعته بره ليه؟ ما كانش هيهمد، كان هيفتح العيون علينا، وده مش في مصلحتنا. دخوله وخروجه من السجن كان جزء من خطة. نصها الأول اكتمل بوفاة كمال واصل، النص التاني بقى هيكتمل لما تتم إدانة حسناء في قتل أيمن، لأن القاعدة الشرعية والقانونية واضحة، القاتل ما يورث. يعني كل الورث ده بتاع أيمن هيبقى من نصيبك انت. انا جاهز عشان انفذ دوري في الاتفاق يا نظيم بيه. في النهايه الفلوس دي كلها بتاعت نعيم فخري ومراته واختها، احنا مجرد اداه توصيل. المهم ما تقلش عقلك زي عمك، لان الطمع يقل ما جمع. لا انا مجنون ولا انا مستغني عن عمري. انا اتفقت مع لميس وايتن، بكره هيقابلوك قبل ما يسافروا ويفهموك على الموضوع كله. بس خلي بالك بعيد عني كالعادة. المهم انت مالي ايدك من الحكومة؟ حكومة غلبانة، ربنا يديها الصحة وطولة العمر. المشكلة في قضية غسيل الأموال دي ان حبالها طويلة قوي، عايزة بحث ويدوروا ويدققوا، وعبال ما يوصلوا حليني بقى نكون احنا الفلوس اللي خدناها حطيناها في مليون حساب. الله، ما هو مش معقول علشان الفلوس مشبوهة نضيع شقة عمرنا، ده احنا حتى نبقى اغبياء. يعني اطمن على الاخر. وعشان اطمنك اكتر، في ناس كتير اتفرضوا من تحت الترابيزه، والناس التانيه مشغولين في القبض على حسناء وعمر. تفتكر المحكمه هتدينهم؟ على فكره اخت حسناء الصغيره جات لي طالبه مني انا اترافع عن اختها. ورديت عليها وقلت لها ايه؟ رفضي حسناء، كلب الواطي الجبان، يا ملاف مني فلوس انا وايمن. بيقول ان القضيه خسرانه والادله هتدينك مهما عمل. كذاب، ده مش بعيد يكون هو اللي ملفقها لي عشان يكوش على كل حاجه هو ومدحت. هو نظيم رفعت مصلحته ايه؟ انا حقيقي مش فاهمه. وبعدين مش هو لوحده اللي قال لي ان القضيه لبساكي لبساكي يا حسن؟ امال مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ انت نفسك مهزوزه بقالك فتره وبتقولي كلام مش مفهوم. مش لازم تفهميني يا مي، مش لازم تفهمي. لو الدنيا كلها شاكه فيا ما ينفعش انت تشكي فيا. حتى لو قلت لك اني سمعت التسجيلات اللي بينك وبين عمرو جابر؟ قلت لك متفبركه، والله العظيم ما قتلت حد، والله العظيم ما قتلت ايمن. والحريقه اللي كانت نص وشك اللي انقذوكي منها انت وعمرو جابر، المتهم التاني في قتل اونكل ايمن، ايه متفبركه برضه يا حسنه؟ قومي من هنا، اطلعي بره، انا مش عايزه اسمع حاجه، اطلعي بره.